خواتاتي كي داير بخير لاباس عليكم باش كتعاودوا مزيان الامور هانيه هانيه الامور هضر بيني هذا عصبني اخوتي المهم اخوتي اول روتين ليا في داري ان شاء الله باذن الله جيت نشارك معكم شكرا للناس اللي قالت حقي كلمه زوينه وشكرا للناس اللي حتى هي ما قالتش حقي كلمه زوينه ان شاء الله مع الايام تغير هذه الفكره هذه وكنشكركم كاملين داخل المغرب وخارج المغرب ناس الجزائر تونس ليبيا فلسطين الله يكون معاهم المهم اخوتي كيف كتشوفوا جيت نشارك معكم الروتين اللي الحويجات اللي غادي ندير في رمضان ان شاء الله اليوم الخميس المهم شي فليفلات داكشي جابهم من الدار المهم غادي نشارك معكم المهم هنايا قسمت اللحم هنا غندير شويه للعشاء العشاء غسلت معكم كيف كتشوفوا غسلت معكم الشبكه الصباح دابا هذه العشيه المهم كيف كتشوفوا الفلفله انا كنغسلها بحال هكا وكنخليها ملي غسلتها باش غير نعاودها معكم وصافي هكا كنديرها غير هنا صافي باش راه الشبكه مغسوله هذه كنخليها انايا بحال هكا وملي كنبغي نجبدها كنجبدها كتطلق كنخليها بحال هكا المهم اللحم ها هو هنا الفريز راني جمدته المهم هادشي راه يلاه جابو يونس المهم انا غادي نقادو انا خدينا شويه شويه من الحاجه شويه شويه من الحاجه صافي المهم حنايا غير جوج الناس غندير المهم غندير غير شويه شويه البنات ما غاديش نقوي المهم دابا هذا مع هذا ونقسم البنات راكم كتعرفوا شويه وشويه وصافي نتوما هكا وندير الميطه انا ما عرفتش نقسم اللحم على الناس انا كانت عينيا كبيره ما نكذبش عليكم هذا هنا كان بكانا يبان وجهي كلشي نجير مع الخضيره ونهار نبغي ندير بالمروديه راه غادي ندير راه غادي ندير سميتو ندير جوج ميكات ونتمنى من الله تقبلوا عليا كنشارك معكم اول روتين في داري عشيو شي كيف كتكون هاد الروبيني مرضني يا البنات ما نكذبش عليكم والله الا مرضني صيبتو صيبتو والو كنشكر كاع الناس اللي قالت بحقي كلمه زوينه شكرا لكم بزاف الله يكبر بكم والله ينساكم والله يكون معكم وشكرا للميمات هما كذلك الموت هذا حفر ولا شنو انا كنعرفش نحرق الحنا البنات والله ما كنعرف نحرق انا عيني كبيره كنبغي ندير داكشي كثير ولكن الله يجعل البركه غير شويه شويه فوق بحال ستيك عطيه لي بحال ستيك ما عرفتش واش قال لي ستيك ولا بغيت انا قاعده وكندير ما عرفت كثروا الخضره كل شيء البنات غلا الله يحضر السلامه وصافي غنوريكم الفريز وجابوا البارح جمدتو وين درا ستيك هذا شنو هذا الشيء وقيلا قال لي عطيني ستيك ما عرفتش المهم انا ندير لي ندير لي اللي شت مزيان نطيبو نقوي البطاطا المهم
ما نديرو في الفريكو البنات نحطهم هنا حتى تسهلو كذلك نقسمها ولا شكون ندير شويه في الكاس كنخليه هنا راه البنات جبنا البوطه هي راه نخدمو فيها بسم الله هانتوما نبدأ معكم الروتينات هنا في الدار وعند الوالدة كذلك ماعرفتش واش يقدرو لي ميكات ولا ميقدروليش على غسل الماء عندي هدا كاسكروط مثلا التعمار خاصني ندير قد قد شريت 5 دراهم الميكا دابا هادي شي 3 ايام شريتها وهانتوما تبعوني تبعكم الخير نشارك معكم طويجيني كيف كيجي غنديرو على قد الحال بشويه ديال الخضره بطاطا وجبانه بغيت نوريكم جاب ليا الفراز جمدتو مصورتش معكم ولكن انا نوريكم دابا كلش البنات هي هذا البنات انا ما تقراش هاد البنات والله ما تقرا انا كبيره ولكن الوقت ملي كتكوني ضاربه حساب وكتولي في حساب اخر بنادم كيقتصد ومزيان بنادم يقتصد هنا راه بقينا شي 2 كيلو جاب ولا معرفت 2 كيلو ونص ولا معرفت 3 هذا غندير هذه كامله هذا الربيع هذا الجبن المهم ها هو الفازا الفريز المهم هنا بزاف ديال الفريز هما إلا فيه جمد نجيب اللحم
والله الا مرصناه هذا الروبيني هذا قرب يدي جاي طايره ما نمشي نسلم نسلم معاه شو ما عنديش البنات شو تخلقوا شي الحموم ديال هاد البوطه الصغيره قتلني 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 في صحتي وزهر المهم البنات شريتهم بخمسة دراهم شريتهم بخمسة دراهم أنا غسلتهم غادي ندير فيها الزيت يا بسم الله شريتهم بخمسة دراهم مبغيتش نشري هادوك الكبار كاينين غندير وحدة رومية إن شاء الله تنشري الزيت البلدية شريت هادو جوج بخمسة دراهم هادي رومية وهادي بلدية وشريت هادو بعشرة دراهم بغيت ندير شوية اللون أخضر راكم عارفين عزيز عليا البرد أول استعمال البوطة البنات أول مرة غنستعمل البوطة بسم الله ويلي شوية الربيع شوية الربيع اللي عطاتو ليا هو ربي يحفظني في صبعي البنات الله يلقيني في صبعي وصيبته وجبت ليه المعلم والو
هذه البنت هي نديرها في الفريكو، كنخليها انا هكا ملي كنجبدها كنطلق كنقطعها. ها هي البنت نديرها في الفريكو. ندير لهم الفخذ فريخات شاخو يا روبيني قتلني 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 صغاري قتلني وحق الله. هذه تويده عليا قتلاتني، خصوصا في الربطة الصغيرة هذي.